ان شاء الله راح ناخذ اخر موضوع بالمواضيع تبعتنا في هاي الماده واللي هو التربينويد كينونز اخر موضوع من موضوعات الشيكيمات باثوي هلا التربينويد كينونز بنلاحظ انه من اسمهم مبين ايش فيهم صح ولا لا ايش فيهم التربينويد كينونز فيهم شغلتين شو هم كينونز وايش كمان وتربين صح عشان هيك اسمهم تربينويد كينونز والتربينويد كينونز هم كومباوندز جاي من الشيكيمات باثوي والميفالونات باثوي لانه التربينويدز هي الكومباوندز تبعت الميفالونات باثوي ففي جزء منهم جاي من الميفالونات باثوي وجزء منهم جاي من الشيكيميت باثوي ومكونه من هدول الجزئين التيربينويد كينونز كينونز بنتذكر مروا علينا سابقا يمكن اول مره اخذنا الكينونز هاي الماده اذا مش ناسي لما كنا نشرح على الانثرا كينونز وقتها حكينا انه الكينونز هم بيجوا نتيجه للاكسديشن تبع الكينولز والكينولز هي عباره عن فينول بس عليها 2 او اتشز بدل او اتش OH وحده فزي هون مثلا هدول ال 2 او اتشز لانهم اورثو تو اتش اذر فمسمين هذا اورثو كينول وهون لان ال 2 او اتشز بارا تو اتش اذر فهذا اسمه بارا كينول وهذا الاورثو كينول والبارا كينول لو يصير له اوكسيديشن باي لوس اوف 2 هيدروجين زي ما اخذنا في هذاك الوقت لوس اوف هدول ال 2 هيدروجينز لوس اوف هاي الهيدروجين من فوق والهيدروجين اللي تحت هذا اللي راح يحول لي الكينول ل كوينون. بس تبعا للوس تبع الهيدروجينز لانه في عندي بين هدول او اتشز System سيستم هذا راح يعمل موفمنت بالالكترونز تبعت الكونجوجيتد سيستم كمان فعشان هيك البنزين رينج بتبطل بنزين رينج في حاله الكينون وانما بتصير ايش بتصير سايكلو هيكسا داين زي ما احنا شايفين هون في حاله الاورثو كينون او في حاله الفورا كينون ولكن اجمالا اللي صار عندي هو كم اوكسيديشن اللي صار هو اوكسيديشن واحد مش اثنين هو بس لوس اوف تو هيدروجينز عشان هيك توتالي في كل هذا السيستم كان عندي 3 دبل بونز وصار في عندي أربعة وهون تحت كمان كان في عندي ثلاثة وصار في عندي أربعة يعني إنه صار في عندي أوكسيديشن وحدة مش إنه كل وحدة من هدول الاو اتشز بتتأكسد لحالها لا هذا الاعتقاد خاطئ إذا في حدا يعني عنده هذا الاعتقاد ففرصة نصلحه من هلا قبل ما نبدا فالاكسديشن تبع الكوينو الكوينولز الكوينونز هو عباره جست عن 1 اوكسيديشن بروسس مش تو مش كل وحده من هدول الاو اتشز بتاكسد على حدا وانما تنتين بتاكسدوا مع بعض طيب هلا ليش اشمعنا هون عمالنا نحكي على الاورثو كينول والبارا كينول لانه الاورثو والبارا سبستيوشن هو اللي بيميز لي الكومباوندز تبعت الشيكيميت باثوي صح فالشيكيميت باثوي في راح يكون اما اورثو سبستيوشن على بنزين رينج زي الاورثو كينول او بارا سبستيوشن على بنزين رينج زي في حاله البارا كينول عشان هيك هدول هم الكومباوند اللي عمالنا بنحكي عنهم هلا طيب هذا بالنسبه للكينون بارت. بالنسبه للتربين بارت ممكن نشوفه اوضح في الامثله تبعت التربينويد كينونز. فمثلا اليوبيكوينون والبلاستوكينون والفيتامين اي والفيتامين كي باشكاله فيتامين كي 1 وفيتامين كي 2 هذول يعتبروا كلهم تربينويد كينونز. اذا بنلاحظ مثلا اليوبيكوينون في هذا الشيء اللي هون اللي هو الكينون مويتي صح مش هي الباراكوينول او كينون سوري موجوده في هذا اليوبيكوينون ان وموجود عندي كمان ايش؟ موجود عندي هذا الجزء اللي هو عباره عن ايزوبرين يونت صح ولا لا؟ فهذا الجزء اللي جاي من التربين نفس الشيء البلاستيك كوينون برضه في عندي هون كوينون كمان ضابط بجزء جاي من التربين ضابط بايزوبرين يونتس عددهم ان عشان هيك هون في بالاسم عندي ان N هاي هي عدد الايزوبرين يونتس الموجودين في هذا المركب ممكن يكون عندي يوبيكوينون ان واحد فساعتها بيكون في عليه ايزوبرين وحدة واحده او ممكن يكون عندي كينون 10 ساعتها بيكون عندي 10 ايزوبرين يونتس هون في هاي السايد تشين نفس الشيء الفيتامين كي برضه في عندي هون هاي الكوينون مويتي على الشمال وفي عندي تيربين المينا كينون برضه الفيتامين كي تو في عندي هاي التيربينويد مويت سوري الكينون مويتي وعندي كمان التيربين واخر شيء الفيتامين اي الفيتامين اي في عندي التيربينويد مويتي بس هل في عندي الكينون ما فيش عندي الكينون في عندي الكينول صح هاي او OH اتش وفي عندي او هي تحت برضه مش او اتش لانها عامله بوند ولكنها عباره بالنسبه للي فوق فهي كانها عباره عن كينول ولكن محسوب مع التربينويد كينونز لانه الاكتف فورم تبع الفيتامين اي يعني بس يقوم بوظيفه الفيتامين اي e كمان شوي راح نشوف انه انتي اوكسيدنت بس يشتغل ازن انتي اوكسيدنت بيتحول لتربينويد كينون بصير عنده اوكسيديشن لهاي الكينول انتو اكوينون وبيصير تربينويد كينون فهدول هم التربينويد كينون كينونز والتربينويد كينونز اذا بتلاحظوا هل هم اروماتيك كومباوندز الفيتامين كي 1 كي 2 والبلاستوكينون واليوبيكينون هل هم اروماتيكس ولا مش اروماتيكس في بنزين رينج في بنعرف الاروماتيك ايش الاروماتيك سيستمز اللي فيها كونجوجيتد سيستم الكونجوجيتد سيستم هذا جزء من رينج يكون وعدد الالكترونات اللي بالرينج بتبع الهكلز رول 4n بلس 2 هاي اذا بنحل المعادله لازم يطلع معي عدد صحيح 4n بلس 2 هذا يعني في حاله البنزين دنك كم عدد الالكترونات اللي عندي هاي هاي مثلا هاي بنزين دنك تمام كم عدد الباي الكترونز الموجودين عندي في البنزين دنك عندي 3 دبل بونز يعني كم باي الكترون 6 اذا حلينا هاي المعادله من الاثنين على الجهه الثانيه بعدين بنقسم على 4 بتطلع عندي ان يساوي كم بتطلع ان يساوي 1 اذا طلع عندك ان عدد صحيح معناته الكومباوند او السيستم هذا اروماتيك هذا هو اللي بيميز الاروماتيسيتي يكون في عندي رينج ويكون في عندي جوا هاي وعدد الباي الكترونز اللي داخله في الكونجوجيشن لو حطيته بالمعادله حل المعادله لازم يكون عدد صحيح تمام طيب هلا هون هاي هدول السيستمز هل هم اروماتيك ولا مش اروماتيك خلينا نحط نحل المعادله مثلا انا ما بكتب هون لانه السمارت بورد مش شغال 4n بلس 2 يساوي كم في حاله الكوينونز؟ 4 صح؟ طيب هي 4 خلينا نحل المعادله لو ودينا 2 على الجهه الثانيه بصير عندي 2 4n يساوي 2 كم n يعني؟ n يساوي نص هل النص عدد صحيح؟ لا معناته السيستم مش أروماتيك حتى لو كان كونجوجيتد فهدول السيستمز الكينون سيستمز مش أروماتيك اوكي كونجوجيتد على عيني وراسي بس مش أروماتيك مش صح اسميهم أروماتيك. وهذا يعني بخليهم مختلفين شوي عن باقي الشيكيميتس احنا حكينا انه الشيكيميتس ايش بميزها وجود اورثو او بارا سبستيوشن على مين على أروماتيك سيستم صح ولا لا هلا هون في عندي اورثو او بارا سبستيوشن وعندي بارا بالذات في هدول الامثله بس مش على أروماتيك سيستم بس اذا بتتذكروا في اول او ثاني محاضره من الشيكيميت باث قلت لكم انه في استثناءات بسيطه لهذا الموضوع لموضوع الاروماتيسيتي الاستثناءات هي التربينويد كينونز ولكن التربينويد كينونز هلا راح نشوف البيو سنتسيس تبع كل هدول الكومباوندز هم اصلا في خطوه من الخطوات كانوا كينولز يعني كانوا اروماتيك بعدين ليتر اون صارت عليهم عمليه اوكسيديشن خسروا الاروماتيسيتي تبعتهم لهذا السبب هم مش اروماتيك تمام طيب هلا نيجي للامثله اول شيء راح نحكي عنه اللي اليوب هو اليوبيكينون ان او له اسم ثاني هو الكو إنزايم كيو هذا اليوبيكينون او الكو إنزايم كيو وين موجود موجود في الالكترون ترانسبورت تشين اللي موجوده في الميتوكوندريا يعني. فموجود جوا اجسامنا كلنا ضمن هاي الالكترون ترانسبورت تشين خلينا نشوف كيف السنثيسز تبع هذا اليوبيكينون بتم هلا في حاله البلانتس والانيمالز والهيومنز كمان السنثيسز تبع اليوبيكينون او الكو انزيم كيو بتم من خلال الفور كوماريك اسيد هذا اللي بنبدا منه بينما في حاله البكتيريا والمايكرو اورجانيزمز تبع هذا اليوبيكينون بيبدا من الكوريزميك اسيد قبل ما نحكي عن السنثيسز خلينا نوقف هون احنا حكينا انه الشكليات باثوي وين موجود اذا بتتذكروا بين وايش كمان؟ والمايكرو اورجانيزم صح ما كانش في انيمالز ولا كان في هيومنز طب ليش انا عندي هون انيمالز وهيومنز؟ مع انه ما في عندهم مش كمية باثوي هلا الانيمالز والهيومنز بيقدروا يعملوا اليوبيكينون بشرط انهم ياخذوا الفور كوماريك اسيد من الدايت تمام؟ او كوماريك اسيد هذا يجيهم من الدايت هم ما بيقدروا يصنعوا كوماريك اسيد من الشيكيميك اسيد لانه ما فيش عندهم الشيكيميت باثوي ولكن البلانس والبكتيريا بقدر ابلش من ما هو قبل الفوركوماريك اسيد وقبل الكوريزميك اسيد بقدر ابلش من الشيكيميك اسيد نفسه احنا ما بنقدر نحول الشيكيميك اسيد للفوركوماريك اسيد بالتالي الفوركوماريك اسيد بالنسبه انه يعتبر اسينشال لانه ما في عندنا الشيكيميت باثوي بنبدا منه وبنعمل عليه شويه modifications <متحدث> لكن هل احنا اللي عملنا الفوركوميك اسيد هل احنا اللي حولنا الشيكيميك اسيد للفوركوميك اسيد هل احنا اللي عملنا الشيكيميك اسيد اصلا نفسه اللي جاي ده بنتذكر من, من الفوسفوينول بايروبيت والريثروس فورفوسيت لا هذا وجود شو اسمه كون انه الانيمالز والهيومنز بيعملوا اليوبيكينون او انزيم كيو من الفوركوميك اسيد ما بتنافى من انه ما عندهم الشيكيميك باثوي لانهم لا بيقدروا يعملوا الشيكيميك اسد ولا بيقدروا يحولوا الشيكيميك اسد للبارا اسيد اسد اساسا بينما البلانتس والبكتيريا لا بيقدروا يعملوا الشيكيميك اسد ويحولوه للكوريزمك اسد او البارا كومرك اسد وبعدين نكمل عليه عادي طيب. تمام طيب فهلا في البلانتس والانيمالز بنبدا من هذا الفور اسيد اسد شو صاير عليه بهاي الخطوه شو محول الفور اسيد اسد للفور هيدروكسي بنزوك اسد برايكم ايش صار عندي في هذا الرياكشن يلا تدريب على الفاينل كليفج كيف صار الكليفج يا نانسي؟ ريفيرس الدول صح هلا عشان يصير عندي ريفيرس الدول شو لازم يصير بالاول؟ اديشن اوف ووتر صح هلا اللي اختلف هون انه كان في عندي سايد تشين فيها 3 كربون اتومز صار في عندي سايد تشين فيها واحده معناته صار عندي كليفج كيف الكليفج ممكن يتم؟ احنا اخذنا الكليفج اللي ممكن يصير من خلال الريفيرس الدول او ريفيرس كليزن بس بشرط انه يكون في عندي اصلا الدول او كليزن سيستم هون ما في عندي لا الدول ولا في عندي كليزن بس عشان يصير عندي الدول ممكن هذا الحكي يتم لو عملت اديشن اوف ووتر addition اوف ووتر بتعمل لي ساتشوريشن للدبل بوند وبصير عندي هون او OH. اتش وهذا بحول هذا السيستم اللي انا مظلله بالاحمر للدول تايب برودكت هاي كاربون عليها او OH. اتش بعدين الالفا كاربون بالنص وبعدين كاربون اوكسيدايزد وعليها كيتون او كربون اللي هي الكربون اللي تبعت الكربون ديوكسيد فبدخل بريفرس الدول زي ما اخذنا سابقا وبصير عندي كليفج للالدول تايب برودكت اللي المفروض يعطيني مش الكربوكسليك اسيد شو لازم اخذ في الالدول تايب برودكت الالدهيد وبعدين شو لازم يصير عندي اذا اوكسيديشن معناته صار هون اديشن اوف ووتر وريفرس الدول وبعدين عمليه اوكسيديشن ترى هذا الرياكشن نفسه هو كوبي بيست اخذناه قبل ثلاث محاضرات ونفس المحاضره اللي شرحنا فيها ريفرس الدول هو نفسه لا اختلف في شيء طيب هذا بالنسبه للبلانتس والانيمالز بالنسبه للبكتيريا بنبدا من الكوريزميك اسيد اللي راح يصير في اليمنيشن اوف بايروفيك اسيد اليمنيشن اوف البايروفيت من هاي الاتوم وهيدروجين من الكربون اللي جنبيها فتكون مكانهم هاي الدبل بوند برضه هذا الرياكشن اخذناه في محاضره سابقه اظن ثاني محاضره من محاضرات الشكيمات باكو فهلا في كل الحالتين سواء بدانا من البارا كومريك اسيد او بدانا من الكوريزميك اسيد وصلنا الفور هيدروكسي بنزويك اسيد طيب هلا الفور هيدروكسي بنزويك اسيد <applause> اجى دور <applause> انه يحصل على التربينويد مويتي تبعت التيربينويد كينون يعني يجيب الايزوبرين يونت ففي عندي هون ايزوبرين يونت حسب عددهم يعني اذا بدا كان يوبيكوينون واحد بكون عندي هون الان واحد اذا كان يوبيكوينون تسعة بكون عندي هون تسعة منهم بس اني واي نفس الشيء ما راح ياثروا على الرياكشن سواء كان واحد او تسعة نفس الرياكشن راح يصير عليهم كيف صار هذا الرياكشن برايكم هاي الفور هيدروكسي بنزويك أسد كيف اخذت الايزوبرين او التربين مويتي من وين النيوكليوفيلك اتاك يا نانسي؟ مين اللي اخذ التربين هاي ليش؟ ليش هاي عملت النيوكليوفيلك اتاك؟ من وين اللي جت النيجاتيف تشارج عليها؟ بما انه هي عملت النيوكليوفيلك اتاك لانها اورثو لمين؟ اورثو لاو اتش صح؟ حكينا الاو اتش بتوزع نيجاتيف تشارج على الاورثو والبارا فهاي تصرفت كنيوكليوفايل لانها اورثو للاو اتش عملت لي نيوكلوفيلك اتاك على الايزوبرين ميتي اللي حكينا الايزوبرين عاده بتكون اكتيفيتد لما تكون مرتبطه ببايروفوسفيت ليش؟ لان البايروفوسفيت جود ليفنج جروب بتطلع خلي عندي هون بوزيتيف تشارج على هاي الكربون كسرت هاي الرابطه وصار عندي هون بوزيتيف تشارج على الكربون هاي البوزيتيف تشارج بتكون ستابيلايزد باي ريزونانس على الكونجيتد سيستم فصار عندي نيوكلوفيلك اتاك من النيوكلوفايل على الكربون الالكتروفايل اللي عليها بوزيتيف تشارج وتركبت التيربينويد مويتي على السيستم تبعي على البنزين لينك تبعتي طيب ايش راح يصير بعد هيك هلا باليوكاريوتس والبروكاريوتس نفس التفاعلات بتصير بس ترتيب الخطوات مختلف ما علينا منه احنا مش مطلوب منا نحفظ ترتيب الخطوات المهم نعرف شو اللي بيصير شو صار هون شو اللي اختلف بين هذا وهذا ايش الاشياء اللي اختلفت اول شيء الكربوكسيليك اسيد كلها هاي راحت صح معناته صار في عندي هون ايش دي كربوكسيليشن رياكشن صح لانه راحت السي او اتش طيب غير هيك ايه قبل الميثيليشن الميثيليشن عوين صار على او صح الاو هي اللي تصرفت كان في ميثيليشن رياكشن مع السام هل في عندي هون او ما عندي او معناته شو صار اوكسيديشن صح صار عندي اوكسيديشن بعدين الاو اللي دخلت من الاوكسيديشن دخلت في اس ان مع السام وصار عليها ميثيليشن فتحولت لا واضح طيب هلا هون هاي الخطوه شو صار عندي فيها كيف تحول هذا لهذا اوكسيديشن صح كم مره كم مره صار الأكسيديشن لو هذا تاكسد بتاكسد لكينون ولا ما بتاكسد لكينون ما بتاكسد لكينون هل هذا كينول اصلا هذا مش كينول هذا فينول صح ولا لا عشان اتاكسد لكينون شو لازم اكون بالاول لازم نضيف او اتش يعني شو لازم نعمل هون اوكسيديشن صح لازم نعمل اوكسيديشن بالاول وهذا السيستم كله يتحول من فينول لكينول بعدين اوكسيديشن تبع الكينول لكينون هون صار في عندي تو اوكسيديشنز تمام مش اوكسيديشن واحده وصلنا فيهم عند هذا المركب طيب هلا هذا المركب ايش صار عليه بالخطوه الاخيره ايش اللي اختلف اوكسيديشن وين على هون صح ليش هاي الكربون صار عليها اوكسيديشن هون عندي او OH اتش صح صار المثل الاول دخلت على او OH اتش صح وهون ما فيش عندي او OH اتش الاول لازم يكون صار عندي اوكسيديشن بعدين الميثيليشن تبع السام هي هون خلصنا من هذول الاثنين اوكسيديشن او اتش وبعدين الميثيليشن تبع السام فصار عندي ميثوكسي بس في عندي كمان ميثيليشن ثاني على الكربون الثانيه صح الكربون هاي برضه عملت ميثيليشن رياكشن ليش الكربون اللي فوق عملت ميثيليشن رياكشن برايكم عشان نعمل ميثيليشن رياكشن لازم نكون نيوكليوفايلز هل الكربون اللي فوق هاي نيوكليوفايل اللي على اليمين هاي اللي هون هل هي نيوكليوفايل ليش نيوكليوفايل لانها جزء من ايش الكيتون وهذا اللي تحت ايش بنسميه الفا بيتا صح هاي الفا من الفا بيتا ان كيتون اللي دائما البيتا فيه بتكون هي الالكتروفايل واللي الالفا فيه هي اللي بتكون النيوكلوفايل فعشان هيك عملت نيوكلوفيليك سبستيوشن أكشن مع السام وهي اللي اخذت الميثيل وهيك بتكون اليوبيكينون واضح هل طيب هلا اليوبيكينون موجود في الالكترون ترانسبورت تشين اللي موجوده في المايتوكوندريا فعشان هيك اليوز تبعته متعلقه بالريسبيراتوري تشين ديفكتس اي حد عنده ديفكت في الريسبيراتوري تشين ممكن انه يستخدم اليوبيكوينونز وكمان بيعمل سلوينج للبروجريشن تبع السمبتومز اوف باركنسونز ديزيز مش انه بعالج الباركنسون ولكن بقلل من البروجريشن تبع السمبتومز فعشان هيك ممكن يكون مفيد بالنسبه للناس اللي معهم باركنسون في استخدام ثالث مش مكتوب هون لانه مش مكتوب بالكتاب بس هو الناس برضه بيستخدموا اليوبيكوينون 10 بالذات له الناس اللي بتروح على جيمز عشان تحرق الفاتس اسرع بيستخدموا اليوبيكوينون 10 او الكو انزيم كيو 10 تمام؟ طيب هذا بالنسبه لليوبيكوينون، نيجي هلا لتربينوت كينون الثاني واللي هو البلاستوكينون اللي من اسمه مبين وين موجود، وين موجود البلاستوكينون؟ في في البلاستيدز صح؟ عشان هيك اصلا اسمه بلاستوكينون، البلاستيدز او البلاستيدات اللي موجوده في الخلايا النباتيه اللي بتعمل الفوتوسينثيسس فهي هي فائده البلاستوكينون انه هو برضه جزء من الالكترون ترانسبورت تشين بس مش تبعت السيلولار ريسبيريشن تبعت الميتوكوندريا لا تبعت الفوتو سينثيسس اللي موجوده في البلاستيدز طيب نشوف هلا السينثيسس تبع هذا البلاستوكينون السينثيسس تبع البلاستوكينون بيبدا من هذا الفور هيدروكسي فينيل بايروفيك اسيد اللي بتحول للهوموجينستيك اسيد كيف ما حدش يقرا السلايدات يا جماعه الخير عشان الامتحان بيجيش فيه كتابه ولما تدرسوا والله جد ادرسوا زي هيك ما تقراوا غطوا على الكتابه وحاول تعرف انت بنفسك واذا في شيء على الاسهم كمان غطيه لانه انا بجيبش اشياء على الاسهم بالامتحان كمان <applause> فشو صار عندي بهذا الرياكشن اذا حدا بيعرف اللي صار بهذا الرياكشن معناته حدا كثير شاطر يعني هذا يعني انديكيشن للناس الشاطره شو اللي اختلف في هذا البرودكت ذي أكثر ايش اللي صار بدنا ناخذ لون غير الازرق هي الاحمر ال شو اسمه هاي السايد تشين وين كانت موجوده السايد تشين اللي هي بالبايروفيت باي ذا واي هاي البايروفيت كانت مرتبطه بذره الكربون اللي موجوده هون صح هلا ذره الكربون الموجوده هون بطل عليها بايروفيت شو صار في عليها في عليها OH طيب هلا اللي تحت هون هاي كانت فاضيه وصار في عليها الكربون تبعت البايروفيت شو صار اول اشي ايش اوكسيديشن بس انا متاكد مش الاوكسيديشن اللي ببالك لانه لو الاوكسيديشن اللي يعني الاوكسيديشن اللي ببالي شيء ثاني نوع مختلف من انواع الاوكسيديشن اخذناه كثير اول مره كان بالبودافيلوتوكسين ومر علينا في المحاضره الماضيه اوكسيديشن اوف للكومباوند انتو فري راديكال صار عندي راديكاليزيشن رياكشن هلا ايش اللي صار هون صار عندي ميوتيشن رياكشن صح ولا لا في فانكشنال جروب المكان تبعها اختلف مش اخذنا ب... ب... سابقا كيف الفانكشنال جروبز المكان تبعها بيختلف اخرهم بالمحاضره الماضيه اذا حضرتوها مش عارف اذا حضرتوها ولا لا ما كانش الحضور كثير مشجع هون ما بعرفش اذا كنتوا بالبيوت حاضرين او سمعتوه التسجيل على الاقل كيف بتحولوا الفلافونويدز العاديين فلفونويدز والنيو والنيوفلافونويدز كان من خلال نفس النوع من الرياكشنز من خلال الميوتيشن رياكشن او المايجريشن رياكشن اللي بيصير في اوكسيديشن انتو فري راديكلز هاي الرابطه اللي بين البايروفيت وبين الكربون تتكسر للفري راديكلز تبعونها هاي فري راديكل هون وفري راديكل على الكربون والرابطه اللي تحت اللي بين الكربون وبين الهيدروجين المفروض يكون في عندي هون هيدروجين برضه بتتكسر لفري راديكلز راديكال على الكربون وراديكال على الهيدروجين بعدين بصير في عندي راديكال كابلنج بس بين الأتمز المختلفه فالهيدروجين بتروح على الكربون اللي فوق والبايروفيت بتروح على الكربون اللي تحت فهيك صار عندي ميوتيشن للبايروفيت تمام هلا الميوتيشن تبع البايروفيت بعد ما صار البايروفيت نفسها اختلفت شو صار بالبايروفيت وين الكاربون تبعتها هي هون الكربون المرتبطه مباشره بالبنزين رينج هي ظلت موجوده الكربون تبعت الكربونيل وينها هي هون اللي هون بس الكربون تبعت الكربونيل هل هي مرتبطه بكربون ثانيه زي ما كانت عندي في الرياكتنت ولا بطلت مرتبطه بكربون ثانية بطلت مرتبطه بكربون ثانيه صح ولا لا الكربون الثانيه اللي كانت مرتبطه فيها كانت عباره عن ايش كربون جزء من كربوكسيليك أسد وراحت ما شو صار الرياكشن اللي عندي دي ايش ديكاربوكسيليشن صح ولا لا هلا دي لما يصير هل راح يعطيني كاربوكسيليك اسيد على هاي الكربونيل هلا هاي الكربونيل المفروض تكون هيك هاي سي دبل بوند او والدي خسرنا السي و او او زي ما بنعرف والاتش اجت لعنا هاي الاتش تبعت السي او اتش هيها اجت مرتبطه مباشره بالكربون تبعت الكربونيل فشو المفروض الفانكشنال جروب تكون المفروض تكون كربون الطرفيه شو اسمها؟ الديهايد بس هون كربوكسيليك اسيد معناته شو صار؟ اوكسيديشن ممتاز اذا اوكسيديشن انتو فري راديكال بالاول والاوكسيديشن انتو فري راديكالز هو اللي عمل لي المايجريشن باي راديكاليزيشن ريأكشن بعدين صار في عندي لوس اوف كربون دايوكسايد وبعدين صار في عندي اوكسيديشن على الديهايد لسه ما خلصنا في عندي شغله ثانيه اللي هي الكربون اللي كانت عليها البايروفيت شو صار في عليها؟ صار عليها شو كمان؟ اوكسيديشن صح ولا لا؟ لانه لو بس المايجريشن هو اللي صار كان فوق المفروض يكون في عندي هون هيدروجين مش المفروض يكون في او ولكن في عندي او اجت باي اوكسيديشن اللي هو الاوكسيديشن المرسوم فان. تمام؟ يعني اوفر اول كانه صار في عندي كم عمليه اوكسيديشن؟ ثلاثه صح اذا اعتبرنا الراديكاليزيشن وحده ولو انه هم الراديكاليزيشنز اثنين كانوا فيعني في اربعه فهذا اللي بحول لي هذا الفور هيدوكسي فينيل بايروفيك اسيد للهوموجينستيك اسيد طيب هلا هذا الهوموجينستيك اسيد خليني امحي الخربيش اللي خربشتها طيب هلا هذا الهوموجينستيك اسيد اجى دور انه ياخذ التربين كيف راح ياخذ التيربين كل التربينويد كينون كينونز بأخذ التيربين بنفس المبدا لانه واحده من الكاربونز بتكون نيوكلوفيل فمثلا هون مين اللي اخذ التربين؟ اي واحده من الكربونز هاي الكربون اللي هون عملت لي نيوكلوفيلك اتاك على كربين لانه البايروفوسفيت هي جود ليفنج جروب وراح يكون عندي هون بوزيتيف تشارج فبالتالي هاي الكربون لازم تكون نيوكليفايل ليش هاي الكربون نيوكليفايل باي وات لانها اورثو ال او اتش اللي تحت صح نيوكليفايل باي ريزونانس تمام فهذا الشيء الاول اللي صار بهاي الخطوه الشيء الثاني اللي صار بهاي الخطوه هو لوس اوف كربون دايوكسيد كمان مره هاي الكربوكسيليك اسيد فانكشنال جروب اللي تكونت رجعت برضه طلعت از كربون دايوكسيد وبالتالي صار في عندي بس هون ch 3 اللي هو ch 2 هون الاتش الاولى والاتش الثانيه والاتش الثالثه تبعت السي او او اتش فصفت في عندي كانه ch 3 لحالها وصلنا لعند هذا الانترميديت بعد هيك شو صار على هذا الانترميديت دخل في مثل ميثيليشن رياكشن مع السام صح ايش معنى هاي الكربون هي اللي اخذت السي ch 3 من السام بما انه اخذنا سي اتش 3 من السام معناته شو لازم نكون نيوكليوفايل صح لازم يكون نيوكلوفايل ممتازه لانها او اورثو اتش OH اللي فوق فهي نيوكلوفايل باي ريزونانس فهي اخذنا هذا السي اتش 3 تبع السام واخر خطوه هي اوكسيديشن للكينول سيستم لانه هون عندي هذا كينول بارا كينول بصير أوكسيديشن انتو بارا كينول وبصير اسمه البلاستو كينول واضح السنثسس تبع البلاستو كينول. طيب هلا نيجي للاشياء الاكثر اهميه بالمحاضره الفيتامينز راح نحكي على الفيتامين اي والفيتامين كي الفيتامين اي عمركم سمعتوا عن الديفيشنسي تبعته؟ عمركم مر عليكم حدا عنده نقص فيتامين اي؟ يعني بمر علينا اشهر انواع النقص لاي فيتامين بالاردن فيتامين بي 12 صح؟ لانه مصدر الرئيسي هو ايش؟ الاسماك صح وهاي المأكولات البحريه اللي احنا مش دوله مطله على البحر فما بناكلها كثير فعندنا نقص بي 12 هل في نقص لفيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد كمان في نقص الفيتامين بي 9 هل في نقص الفيتامين سي في برضه اللي بيعمل السكيرفي ديزيز صحيح مش شيء كثير منتشر ولكنه موجود في نقص الفيتامين اي تعدش الناس اللي بتعاني من العشاء الليلي وبالليل الرؤيه تبعتها بتخف يعني كثار يعني ممكن واحد يكون عنده نقص فيتامين اي وهو مش عارف عن حاله اصلا فهاي الانواع من النقص كلها موجوده عمركم سمعتوا عن حدا عنده نقص في الفيتامين اي انا ما ما سمعنا صح ولا بنعرف حدا ولا حتى عمره قرانا هذا الشيء على النت النقص تبع الفيتامين اي يعني ريلاتيفلي مش موجود في الدنيا كلها، ليش؟ بسبب مصادر الفيتامين اي، لانه الفيتامين اي مصادره الرئيسيه هي الحبوب، زي القمح والشعير ومش عارف ايش وهي الاشياء اللي الكل كلها بالدايت تبعته. يعني كلنا احنا خاصه بالمنطقه العربيه تبعتنا اللي كثير بناكل خبز، صح الدايت تبعتنا معتمده يعني هيستوريكلي على الخبز، هلا صحيح الرز منتشر اكثر بس الرز هذا شيء ريلاتيفلي جديد يعني بعد ال 1900 بلش الرز ينتشر بكل العالم ولكن يعني قبل هيك كنا احنا معتمدين على الخبز وما زلنا معتمدين عليه كثير لحد هلا اني anyway. بسبب انه الفيتامين اي موجود بالحبوب اللي بنعمل منها الخبز ومشتقاته فالديفشنسي تبعت الفيتامين اي مش موجوده لان كل الدنيا بتاكل خبز هاي الايام فالفيتامين اي ديفشنسي از فيرتشوالي طيب هلا الفيتامين اي له اسم زي كيف كل الفيتامينز يعني الفيتامين سي هو الاسكوربيك اسيد صح الفيتامين مثلا بي انواع الفيتامين بي هي الثيامينز الفيتامين اي برضه له اسم هم التوكوفيرولز بنسميهم في عندنا الفا وبيتا وجاما ودلتا توكوفيرولز هم هدول الاشكال تبعت الفيتامين اي اللي بنباع بالصيدليات اذا حدا عنده يعني حدا بده ياخذ مصدر ثاني للفيتامين اي مش عارف ليش حدا ممكن يشتري باخذ الفيتامين اي على شكل الاستر تبع الالفا توكوفيرول فبكون اسمه الفا توكوفيريل اسيتيد <applause> طيب <applause> نشوف السنتسز لهذا الفيتامين اي لا باشكاله الدلتا والبيتا والجاما والالفا نبدا السنتسز تبع الفيتامين اي من الفور هيدروكسي فينال بايروفيك اسيد اللي بتحول للهوموجينستيك اسيد اللي هو بيشبه السنتسز تبع مين هاي الخطوه شفناها قبل شوي في السنتسز تبع البلاستو صح ولا لا هذا انا هاي الخطوه نفسها نفس الخطوه الاولى في السنتسز تبع البلاستو كوينون فمش راح ارجع احكيها كمان مره الخطوه الثانيه برضه نفس الخطوه الثانيه في السنتسز تبع البلاستو بس مع تربين مختلف راح يصير في عندي نيوكليفيلك اتاك من هاي الكربون على التيربين مويتي اللي راح يطلع منها البايروفوسفيت از جروب يكون في عليها بوزيتيف تشارج بتحولها لالكتروفايل لا وليش هاي الكربون هي اللي عملت النيوكليفيلك اتاك لانها نيوكليفايل باي وات لانها اورثو للاو اتش باي وصلنا لعند هذا الانترميديت طيب هلا هذا الانترميديت هو الخطوه ما قبل الاخيره يعني قبل ما نوصل للفورم الاول من الفيتامين اي واللي هو الدلتا فيتامين اي او الدلتا توكوفيرول كيف بتحول هذا الكومباوند للدلتا توكوفيرول ايش صار بهذا الرياكشن ايش اللي اختلف اللي اختلف هو الرابط اللي بين الاو وبين الكربون صح ولا لا كيف تكونت هاي الرابطه اللي بين الاو وبين الكربون وين الاو خلينا نعلمهم هاي الاو اللي هي موجوده عندي هون راح ارسم اللون بير اوف لانه وين ما في او معناته الرياكشن إله دخل باللون بير اوف الكترونز وين الكربون اللي عملت الاو رابطه معها اي وحده هاي اللي هون صح؟ طيب اذا شو صار عندي بهذا الرياكشن؟ كيف الاو O ممكن ترتبط بذرة الكربون اللي ظللتها بالازرق هلا؟ لا مش رابطة معها هي الاو O H وفي فراغ بعدين عندي سي CH3 وهي الكربون اللي هون هاي الكربون رابطة مع الكربون اللي تحت والكربون تبعت ال CH3 ودبل بوند مع الكربون اللي فوق كيف ممكن هذول التنتين يرتبطوا مع بعض مبينه يا جماعه سهله الاو نيوكلوفايل طب هل هاي الكربون الكتروفايل ولا مش الكتروفايل ليش الكتروفايل لانها جزء من ايش جزء من دبل بوند صح فالنيوكلوفيلك اتاك من الاو على الكربون اللي جزء من الدبل بوند اللي راح تتصرف كنيوكلوفايل هذا شو راح يخلي الجزء اللي فوق من الدبل بوند راح يعطيه الالكترونات تبعت الدبل بوند صح وراح يخليه نيوكلوفايل راح يعمل يشتغل كنيوكلوفايل على مين على الهيدروجين تبع الاو OH صح عشان الاو ترجع اللون بيروفليكترونز تبعونها فهي في عندي هون الاو خسرت الهيدروجين عشان هيك ما فيش عليها شحنه رجعت اللون بيروفليكترونز تبعونها وهيها عامله رابطه مع الكربون اللي انعمل عليه نيوكلوفيلك اتاك وهي الهيدروجين راح تكون قاعده على هاي الكربون بس مش مرسومه بالرياكشن والسي اتش 3 هاي اللي هون ناخذين اخذ لون ثاني وهاي ال CH3 ليش ما تغير؟ طيب اني anyway, هاي ال CH3 مبينه صح؟ هاي هون CH3 اللي لحالها هي نفس ال CH3 اللي ظلت نازله تحت از سايد تشين واضح ايش صار بهذا الرياكشن؟ طيب وصلنا للدلتا توكوفيرول اللي هو واحد من الفورمز تبعون الفيتامين اي، الدلتا توكوفيرول كيف بتحول للبيتا توكوفيرول؟ مثل ايش اللي صار؟ اخذنا CH3 من السام ليش على هاي الكربون؟ ليش تصرفت هاي الكربون كنيوكليفايل؟ 거예요. صار عليها سي 3 من السام يعني عملت نيوكلوفيلك سبستيوشن تايب 2 مع السام يعني اشتغلت كنيوكلوفايل ليش اشتغلت كنيوكلوفايل؟ لانها اورثو لل او اتش ممتاز فهي الدلتا وهي البيتا توكوفيرول هلا بالنسبه للجاما والالفا توكوفيرول هم نفس الشيء بيتموا بنفس الطريقه بس الفرق انه قبل ما ادخل بهذا السايكلايزيشن رياكشن هون راح ادخل بتفاعل مع السام ذره الكربون اللي موجوده هون لانها اورثو اتش OH فهي نيوكليوفايل باي ريزونانس راح تتفاعل مع السام ويصير عليها CH3 بعدين بعد هيك بدخل بنفس الرياكشنز بحصل على السايكلايزيشن وهذا بيعطيني السايكل بس في هالحالة بصير اسمه دلتا توكوفيرول اللي هو سوري جاما توكوفيرول اللي هو نفس الدلتا بس عليه CH3 لزيادة بعدين اذا دخل برياكشن نيوكليوفليك سبستيوشن رياكشن ثاني مع السام بيعطيني الالفا توكوفيرول اللي هو نفسه البيتا بس مع السي اتش 3 اللي تحت تمام فهذه هي الفور فورمز تبعت الفيتامين اي وزي ما انتم شايفين وزي ما حكيت في اول المحاضره ولا واحد منهم موجود في الكينون فورم كلهم موجودين في اي فورم الكينول تبع الكحول ولا شيء منهم في الأوكسيدايز فورم هلا الفيتامين اي ايش فائدته بالجسم الفيتامين اي هو انتي اوكسيدنت هاي هي فائده الفيتامين اي بالنسبه النا، بيعمل كوينشنج للفري راديكلز. فاي واحد من الفورمز تبعت الفورمز تبعت الفيتامين اي زي الالفا توكوفيرول مثلا راح يتفاعل مع الفري راديكلز بصير له اوكسيديشن راديكاليزيشن ريأكشن. هاي الراديكاليزيشن ريأكشنز لاحظوا شو عملت بالكينول مويتي؟ حولتها لايش؟ حولتها للكينون صح؟ فالفيتامين اي بعد ما يعمل الاكتيفيتي تبعته ويعمل كوينشنج للفري راديكلز ويتاكسد بتحول للكينون فورم عشان هيك محسوب مع هدول التربينويد واضح بالنسبة للفيتامين اي؟ طيب هلا اخر موضوع رح نحكي عنه بمحاضرة اليوم هو الفيتامين كي. الفيتامين كي مين؟ اه احكي احكي لك انا تيمة ابو رمان، أه بزبط اعوض بمحاضرة بكره؟ انا معك من اول محاضرة هون بس لاني مريضة اليوم، فبزبط بكره اجي على الم... الجامعة واعوض؟ انت سؤال انت هلا دخلتي؟ لانه في نص لا الشهر بتسالين هذا السؤال يعني هل هذا وقته يا ديما؟ لا انا من الساعه 10 ونص هون بس بدي اسالك هلا هل عم بستنى يجي فرصه بس اه عادي اه تعالي بكره خالص تمام شكرا آه. طيب <تصفيق> <تصفيق> نيجي للفيتامين كي اخر شيء كنت ايش بحكي اه في تو فورمز عندي للفيتامين كي فيتامين كي 1 وفيتامين كي 2 الفيتامين كي 1 هذا بسموه الفيلوكوينون والفيتامين كي2 بسموه المينا كوينون زي مبدا باقي الفيتامينز عمركم سمعتوا عن ديفيشنسي للفيتامين كي ولا لا هذا عمره سمع عن ديفيشنسي للفيتامين كي عمره سمع عن حدا باخذ فيتامين كي سبليمنت ليش لان السورس تبعت الفيتامين كي كمان هو شيء لسه يعني بالنسبه لنا بنأخذه اكثر من السورس تبع الفيتامين اي يعني الفيتامين اي كان موجود في القمح والشعير الفيتامين كي لسه لا شيء بالنسبة لنا بنحصل عليه أكثر بكثير من القمح والشعير. الفيتامين كي 2 بالذات هذا مين بيصنعه؟ هذا بيصنعه النورمال فلورا أو المايكرو فلورا اللي موجودة بأجسامنا. اللي هي أصلاً جزء منا يعني خلص هي جزء منا وانتهى الموضوع. هي اللي بتصنع الفيتامين كي 2 وإحنا بنستفيد من الفيتامين كي 2 اللي هاي النورمال فلورا اللي بتصنعه، فعشان هيك فيش ديفيشنسي للفيتامين كي. مين الناس اللي عندهم ديفيشنسي للفيتامين كي؟ اللي الناس اللي عندهم مشاكل في النورمال فلورا والمايكرو فلورا زي مثلا الانفنتس الصغار اللي لسه النورمال فلورا ما تكونت عندهم بشكل كامل ما هي النورمال فلورا من وين بتيجي هي ما بتنخلق معانا النورمال فلورا بتيجي من الغذاء خاصه من الحليب ومشتقاته فالانفنتس اللي لسه يدوب جديد من والدة ما بتكون عندهم النورمال فلورا هاي كامله فممكن يكون عند بعضهم ديفيشنسي في الفيتامين كي او الناس اللي بتاخذ انتيبيوتكس على الطالع وعلى النازله وهذا قاتل جزء منيح من النورمال فلورا اللي موجوده عندهم هدول برضه ممكن يكون عندهم ديفشنسي في الفيتامين كي غير هيك ما فيش حدا عنده ديفشنسي بالفيتامين كي يعني احنا مش لازم ناخذ التو فورمز عادي اي واحد من هدول التو فورمز بفي بالغرض فاحنا بالنسبه لنا بنستخدم الفورم اللي هو الفيتامين كي 2 الفورم الثاني الفيتامين كي 1 هذا بتصنعه النباتات خاصة الجرين فيجيتابلز زي شو اسمه الاشياء الخضراء يعني زي الاوراق الورقيات هيك النعنع وال والبقدونس والكزبره وباقي هاي الاشياء هي اللي بتصنع الفيتامين كي 1 وزي ما حكينا الفيتامين كي 2 بتصنع النورمال فلورا اللي موجوده فينا هلا الفيتامين كي ايش اللي يوز تبعته وايش الاهميه تبعته هو بوقف في عمليه البليدنج لانه بيساعد في النورمال بلود كلوتينج بروسيس خلينا نشوف كيف ان تيرمز اوف كيمستري أنا والله ما بعرف، يعني عن جد ما ما عنديش معلومة، بس كويس يعني هي شو اسمها حسب دميتنا شو اسمك؟ آه يا هلدا، حسب ما حكت هلدا بالنسبة للفيتامين كي، يعني بالنسبة للانفنتس، الانفنتس لأنه ما بيكون عندهم النورمال فلورا وبالتالي يعني عشان يحصلوا على الفيتامين كي راح يعطوهم إنجكشن من الفيتامين كي للتعويض يعني عن إنه عدم وجود النورمال فلورا أو المايكرو فلورا عندهم. خاصة أن الفيتامين كي يعني بدخل في شيء مهم هو عملية النورمال بلود كلوتينج تمام طيب هلا نيجي للبلود كلوتينج إن تيرمز أوف كيمستري كيف الفيتامين كي بدخل في موضوع البلود كلوتينج بس مش راح أشرح عنه بالفسيولوجي راح أشرح عنه إن تيرمز أوف كيمستري لأنه هذا اللي بهمنا بالمادة تبعتنا هلا هذا هو الفيتامين ك اللي موجود في شو اسمه في الكينون فورم صح هاي عندي هاي الكينون رينج هذا الفيتامين كي في انزيم اسمه الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز من اسمه بيعمل ريدكشن للفيتامين كي وريدكشن راح يعمل ريدكشن باي اديشن اوف تو هيدروجين زين يعني بيحوله من الكينون للكينول للكينول فورم فبصير اسمه فيتامين كي اتش 2 اللي هو نفسه فيتامين كي بس مع اضافه تو هيدروجينز عشان هيك رجع للكينول فورم وبعدين هذا الاكتف فورم اللي هو الفيتامين كي اتش 2 او الكينول فورم تبع الفيتامين كي هو اللي راح يدخل في الفسيولوجيكال بروسيس تبعت النورمال بلاد كلوتنج تمام طيب هلا احنا جبنا سيره كومباوندز حكي حكينا هاي الكومباوندز ممكن تتصرف ك بلاد انتي لانها بتاثر على الإفكت تبع الفيتامين كي وحكينا عن هاي الكومباوندز بتتذكروا قبل ثلاث محاضرات اللي هم كانوا الوارفارين والسولتس تبعت الوارفارين والدايكومارول اللي هو الناتشورال برودكت اللي صمموا الورفرين بناء عليه هاي الكومباوندز كلها الدايكومارول والورفرين والسولتس تبعت الورفرين هم عباره عن انهيبيتورز لهذا الانزيم اللي هو فيتامين كي ابوكسيد ريدكتيز انهيبيتورز لما يعملوا انهيبيشن لهذا الانزيم الفيتامين كي ببطل موجود بالاكتيف فورم تبعه وبالتالي شو بصير بعمليه البلد كلوتينج تتوقف صح بصير لها هولد تتوقف وهذا اللي بخلي الناس تاخذ هاي الادويه كمميعات تمام طيب اخر شيء بمحاضرات اليوم البايو سينثيس تبع الفيتامين ك واحد من ازنخ البايو سينثيك باثويز في الماده بس مش ازنخ من الأروماتيك امينو اسيدز فيعني في عادي الموضوع يعني هو زنخ بس مش كثير فخلينا مركزين مع بعض طيب نبدا بالسينثيس تبع الفيتامين كي 2 احنا عمالنا بنحكي اللي هو اللي بتصنع النورمال فلورا تبعتنا هذا السينثيس تبعه ببدا من الكوريزميك اسيد اللي بتحول للايزو كوريزميك اسيد كيف اخذنا هذا الرياكشن ثاني محاضره من محاضرات الشيكيميت باثوي شو صار عندي هون في هاي الخطوه كيف يتحول كوريزمك اسيد للايزو كوريزمك اسيد لوس اوف ليفنج جروب الاو اتش واديشن اوف نيوكلوفايل هي هون برضه او اتش OH. هاي او OH اتش ماينس كانها يعني. بس على 1 4 اخذنا هذا الرياكشن شو سميناه اذا بتتذكروا وقتيها اس ان 2 برايم ممتاز يا ناس صار عندي اس ان 2 برايم رياكشن نيوكلوفيلك سبستيوشن تايب 2 بس مش على نفس الكربون مش على نفس الكاربوكاتيون ولكن على تو ديفرنت كاربوكاتيونز بسبب وجود الكونجوجيتد سيستم اللي بينهم وهذا سميناه وقتها اس ان 2 برايم ممتاز وصلنا لعند هذا الايزوكريزميك اسيد هلا الايزوكريزميك اسيد مع مين بتفاعل بتفاعل مع التو اوكسو جلوتريك اسيد اللي بالاول بتفاعل مع الثيامين الثيامين هو واحد من الفورمز تبعت الفيتامين بي هي الموجوده عندي هون هو الثيامين الثايمين راح يرتبط مع, هذا 2 اوكسو جلوتريك اسيد من خلال ايمين فورميشن سبب وجود هون انه عندي كان عندي كاربونيل بدخل الامين عليها اني anyway. او سوري مش ايمين فورميشن ترانس امينيشن دي اكشن بدلنا الكاربونيل بالامين فانكشنال جروب تبعت الثيامين ترانس امينيشن دي اكشن هو اللي بدخل الثيامين على 2 اوكسو جلوتريك اسيد وبيطلع عندي هذا الكومبلكس اللي فوق اسمه ساكسينيك سيمي ديهايد مع تي بي بي انيون اللي هو توكسوجليتريك اسيد ارتبط مع الثامين وبس صار عندي كمان لوس اوف كربون دايوكسيد من هاي الاتوم اللي كانت جنبيها صار عندي هون او اتش اني مش كثير بيهمني هذا المركب ولكن اللي راح يصير أنه هذا المركب اللي فوق هو عباره عن النيوكليوفايل لانه في عليه نيجاتيف تشارج صح ولا لا هلا هذا النيوكليوفايل راح يعمل لي اتاك على الكتروفايل مين الالكتروفايل اللي نعمل عليها النيوكليوفليك اتاك هاي الكربون ليش هالكربون انصطفت كالكتروفايل لانه شو مالها هذه ايش الفانكشن جروب كاربونيل وهاي الاتوم شو سميناها الالفا صح وهاي الاتوم اللي تحت بيتا فليش صار عندي لك اتاك هون لانه هاي الاتوم مالها بيتا في الفا بيتا ان كيتون صح او بيتا في مايكل اكسبتر مش حكينا المايكل اكسبتر او الالفا بيتا ان كيتون البارشل بوزيتيف تشارج في بتتوزع بين وين وين بين الكربون تبعت الكربونيل والكربون البيتا فعشان هيك الكربون تبعت البيتا في الالفا بيتا ان كيتون هي الكتروفايل فبصير عليها هذا النيوكليوفيلك اتاك من هذا المركب اللي شفناه فهلا هي المركب ارتبط مع الايزوكريزمك اسيد تبعي تمام طيب هلا الدبل بوند هاي وين راحت؟ لانه الكربون البيتا تصرفت كالكتروفايل الكربون الالفا شو راح تعمل؟ راح تاخذ مين؟ راح تاخذ الالكترون تبعون الدبل بوند صح ولا لا؟ خلص ما البيتا تصرفت دائما بالدبل بوند اذا واحد تصرفت كنيوكلوفايل الثانيه لازم تتصرف كالكتروفايل والعكس دائما هيك هاي نيوكلو هاي الكتروفايل طيب الالفا راح تتصرف كايش؟ نيوكلوفايل مين مين راح تاخذ الالفا؟ ايه خلينا اخذ لون ثاني مين راح تاخذ الالفا؟ اي اخذت ليش الاو اتش؟ OH؟ هلا هون البوزيتيف تشارج هاي من وين جاي اصلا هون المفروض يكون في عندي هيدروجين وهذا الهيدروجين هو اللي صار له لوس باي اسيديتي لانه هاي الكربون اسدك لانها محشوره بين تو الكترونيجاتيف اتومز او من فوق ونيتروجين من تحت فالألفا كربون هاي راح تاخذ الهيدروجين اللي انفقد باي اسيديتي عشان هيك هون الدبل بوند هاي كلها راحت وهون في عندي هيدروجين بس مش مرسوم في المركب تمام طيب هلا الخطوه التاليه ايش صار عندي هون؟ الثايمين بايروفوسفيت برايكم هل هو ليفنج جروب ولا مش ليفنج جروب؟ لو اخذ لو حطينا نيجاتيف تشارج هون بيعملها ستابلايزيشن ولا ما بيعملها ستابلايزيشن برأيكم يا جماعه بيعمل ستابلايزيشن للنيجاتيف تشارج ولا لا؟ لو في نيجاتيف تشارج على الان بنعملها ستابلايزيشن ولا لا؟ ليش اه لانه الان الكترونيجاتيف اتوم جزء من كونجوجيتد سيستم صح في عندي اصلا كونجوجيتد سيستم والكترونيجاتيف اتومز كثيره بالبركه فعشان هيك فاهمين بايروفوسفيت هي اكسلنت جود اكسلنت ليفنج جروب فراح تاخذ الالكترونات وتطلع از ا ليفنج جروب هذا شو راح يعمل عندي هون على الكربون بعد ما تنكسر هاي الرابطه بيطلع تي بي بي ماينس والكربون راح يكون في عليها بوزيتيف تشارج صح كيف الكربون بدها تصير ستيبل من خلال الاو اللون بير اوف الكترونز تبعون الاو راح يخلوا الاو تتصرف كنيوكلوفايل صح ولا لا؟ والاو راح تتصرف كنيوكلوفايل على مين؟ وين الالكتروفايل اللي جنبيها؟ الكربون اللي صار في عليها بوزيتيف تشارج فراح يكون عندي نيوكلوفيلك اتاك من الاو على الكربون وهذا راح يخلي الاو تستغني عن مين؟ عن الاتش صح؟ الاتش بتطلع از ان اتش بلس ممكن ترتبط في تي بي بي ماينس بعد هيك وبوصل لعند هذا الانترميديت واضح؟ اللي هي صارت فيه الاو عامله دبل بوند مع الكربون اللي فوق وطلعت التي بي بي ماينس وطلعت الاتش بلس واضحه هاي الخطوه طيب هلا نيجي للخطوه التاليه هي 1 فور اليمينيشن اوف بايروفيك اسيد راح يصير عندي اليمينيشن اوف بايروفيك اسيد بايروفيت من الجزء اللي فوق من المركب من هاي الكربون اللي خلينا نسميها واحد وهيدروجين من هاي الكربون اللي راح نسميها اربعه وراح تتكون دبل بوند والدبل بوند هي جزء من الكونجوجيتد سيستم عشان هيك اصلا صار عندي ال1 4 اليمينيشن زي ما بنعرف احنا حكينا ال1 4 اليمينيشن بصير اذا شو كان عندي اذا كان في عندي كرييشن اوف كونجوجيتد سيستمز طيب نوصل لعند هذا الانترميديت شو راح يصير على هذا الانترميديت بالخطوه التاليه شو اللي اختلف السايد تشين هاي طلعت لفوق فكانه صار عندي ايزوبرايزيشن رياكشن بس هو مش ايزومرايزيشن لانه ما كان في عندي دبل بوند ما كان عندي يعني احنا مر علينا السيس او سوري الترانس سيس كان وقتها ترانس سيس ايزومرايزيشن صار عندي شيء بنفس المبدا هون ولكن لانه ما في عندي دبل بوند فمش صح اسميه ترانس سيس ايزومرايزيشن ف الاسم هلا بغض النظر عن الاسم صار عندي شيء بيشبه الترانس سيس ايزومرايزيشن ايش الشيء الثاني اللي صار على هاي الـ على هذا الرياكشن بهالخطوه شو اللي اختلف كمان الاو اتش اللي فوق الاو وين راحت صار لها ايش ريدكشن صار عندنا دبل بوند معناته كيف طلعت الاو اتش او اتش صح دي هايدريشن رياكشن هو اللي كون لي الدبل بوند ممتاز طيب هلا هون هذا هاي الخطوه مجرد اكتيفيشن للمركب تبعي هون بدلنا الاو اتش بي اس عشان نعمل اكتيفيشن بدل ما يكون عندي كاربوكسيليك أسد يكون في عندي ثيو استر نعم وشفنا كيف الثيو استر بيعمل لي اكتيفيشن اوف سم رياكشنز طيب هلا الكربون اللي هون اللي جنب الثيو استر على طول ليش اجت عليها نيجاتيف تشارج من وين اجت النيجاتيف تشارج باي وات باي ريزونانس ولا باي اسيديتي هلا هون هاي الثيؤستر كيف الشكل الكامل لها مش هيك سي دبل بوند او بعدين عندي اس او ايه صح ولا لا طيب ليش اجت النيجاتيف تشارج هون معناته على الكربون اللي جنب هاي على طول لانها الفا كاربون صح مش هاي الفا كاربون تفقد البروتون وبتكون عليها نيجاتيف تشارج ستابيلايزد باي ريزونانس لانها الفا كاربون فالنيجاتيف تشارج اجت هون باي اسيدي وعندي فوق سي او او اتش هاي انسو رياكشن مش راح نشرحه بس راح يصير عندي زي كانه صار كليزن لك اتاك من الالفا كاربون على الكربون تبعت الكربون وبنعتبر كانه الاو اتش هي اللي طلعت از a ليفنج جروب ننسى هذا الشيء السهم اللي فوق له دخل بالديكمان رياكشن حكينا ما راح نحكيه بس نعتبر كانه صار عندي كليزن تايب ريأكشن صح ولا لا؟ نيوكليفريك اتاك من كربون على كربون تبعت الكاربونيل وبتطلع الـ OH از ليفنج جروب وتكونت هاي البوند اللي اعطتني هذا السيستم اللي هل هو الكينون ولا مش الكينون هذا اللي عندي هون؟ لا يا جماعه هذا مش الكينون، الكينون لازم كم عدد الباي الكترونز اللي يكونوا موجودين عندي بالرنج؟ لازم يكون عندي 2 دبل بونز يعني 4 باي الكترونز، طيب هون كم باي الكترون موجود عندي؟ جوا اثنين بس اللي هم هاد وهاد تبعون الدبل بوند هاي تبعت البنزين اللي هي باي يعني راح تيجي زي هيك راح يكون عندي يعني دبل بوند وحده او تو باي الكترونز فهذا مش لسه مش الكينون طيب عشان نوصل الكينول لازم يكون عندي كينول فعشان هيك الخطوه التاليه صار عندي فيها تو انولايزيشنز الكيتو الكيتو سيستم هذا اللي فوق صار له انولايزيشن فيتحول لاين اول وبرضه كمان الكيتو سيستم اللي تحت كمان صار له انولايزيشن لاين اول بعدين صار عندي هايدروليسيس اوف الثيوستر خسرنا الاكتيفيشن تبعنا ورجعنا الاو اتش وصلنا لعند هاي الخطوة اللي هي قبل الأخيرة تقريبا. الخطوة اللي قبل الأخيرة شو صار فيها؟ إيش اللي اختلف؟ إيش صار عندي؟ إيش الثلاث أشياء اللي تغيروا؟ كان في عندي الكينول، الكينول شو صار؟ الكينول صار كينول معناته اكيد صار عندي اوكسيديشن بس غير الأكسيديشن كان في عندي كاربوكسيليك اسيد هاي الكاربوكسيليك اسيد راحت ومين اجى مكانها اجى مكانها التيربينويد يعني صار في عندي 3 رياكشن صار في عندي النيوكلوفيليك اتاك على التيربين وصار في عندي لوس اوف كاربون دايوكسايد وصار في عندي اوكسيديشن هذول هم الثري رياكشنز اللي, ري اللي صاروا طيب هذا سهل نعرفه اللي بدي اسال عنه هو الترتيب مين برايكم صار اول شيء من هدول الثلاثه مين لازم يكون صار اول واحد لو صار الكينون لكينون، كينون طيب راح امشي معكم هي صار الكينون لا كينون هون المفروض يكون في عندي سي او او اتش هاي تأكسد الكينون لكينون، كينون هل بعد هيك ممكن اضيف التربين مكان هاي السي او او اتش ولا لا ليش لا السي او اتش هل ممكن تطلع بالديكاربوكسيديشن ولا مش ممكن تطلع ممكن تطلع صح بس بعدين هل ممكن اعمل نيوكلوفيلك اتاك على تيربين ولا مش ممكن اعمل نيوكلوفيلك اتاك على تيربين هلا هاي الكربون هل ممكن تعمل نيوكلوفيلك اتاك على تيربين ولا لا هذا كيتون صح وهاي الفا واللي تحت بيتا هل الفا ممكن تعمل نيوكلوفيلك اتاك ممكن بس بشرط انه البيتا ينعمل عليها نيوكلوفيلك اتاك هل البيتا انعمل عليها شيء ما نعمل عليها شيء معناته الأوكسيديشن اول مش صح شو صار عندي بالاول مفروض شو يكون صار عندي صار عندي لوس اوف كاربون دايوكسيد صح من السي او اتش بعدين هاي الكربون اللي هون بتقدر فريلي انها تعمل نيوكليوفليك اتاك لانها نيوكليوفايل باي ريزونانس لانها نيوكليوفايل بسبب انها اورثو لل او اتش فبتعمل لي اتاك على تيربينويد مويتي وبعدين بالاخر بصير عندي الاكسديشن تبع الكينول كينون واضح واخر شيء ميثيليشن رياكشن الكربون هاي اللي تحت بسلا ميثيليشن مع السام وبعطيني هذا الفاينل فورم او الميناكينون اللي هو الفيتامين كي واضح السنتسيس تبع الفيتامين كي حد عنده سؤال عليه طيب هيك بنكون ختمنا الماده الله يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير وبنشوفكم ان شاء الله امتحان فاينل وادرسوا منيح əxirə ah, ah, ah.